ليش انا وفاء كثير مبسوط؟ ليش حاسين انه احنا راح كثير نقدر نفيد ناس في هذا اللي احكي السيريز اللي راح يصير ينزل من الفيديوز؟ لانه وفاء اللي مش حكت لنا باي ذا واي، خلص عرفنا كلنا انه اسمها وفاء، بس حكت لنا انه هي حدا عنده خبره 7 سنوات في مجال اتش ار، اشتغلت في عده اماكن، اشتغلت مع شيفروليت، اشتغلت مع الاديداس، اشتغلت مع البنك التنميه، اشتغلت في كثير اماكن، وليت اللي هي عم تشتغل مع اللجنه العليا للمشاريع والارث في قطر، وهي اللجنة المسؤولة سوري عن موضوع المشاريع تبع الفيفا. يعني انتو دائما كنتوا عم تطلعوا على اليوتيوب، عم تطلعوا على الاخبار، عم تطلعوا على التلفزيون، عم بتشوفوا الملاعب اللي كلنا عم نشوفها في دولة قطر اللي عم نشتغل فيها كمهندسين، عم يشتغلوا فيها اكيد ك HR specialists او HR people في الفيلد اوف HR، وعم كلنا نتعاون مع بعض لحتى نوصل للمكان المطلوب. ايش دور الـ HR في هذا المجال؟ وايش دور وفاء؟ تعرفنا انا كيف ممكن ان انا اوصل اذا انا شخص بدي اشتغل في مكان معين، او انا اذا شخص بدي اعدل الكارير باث تبعي، او انا اذا شخص بدي اعمل ديفلوبمنت للكارير تبعي، او بدي اعمل ديفلوبمنت لماي سيلف، او اتليست بدي احكي لك اعمل ديفلوبمنت لماي اون سي في. اليوم في كمان راح اكون فيديو كثير 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 مهم، واللي هو كثير ناس اصلا بتوقع بغلط فيه وهي مش عارفه انها هي وقعت اساسا بغلط. الفيديو تبعنا اليوم راح يكون عم بحكي عن how to get the attention جماعة الريكروتمنت اللي احنا كثير بنحبهم بنموت فيهم بنعشقهم ونتفاهم معهم كثير. كيف انا بدي اخليه يناديني على الانترفيو للكارير اللي انت معلن عنه؟ هم جماعة جدا مناح، ما عندهم اي عقد نفسية، فاليوم ان شاء الله بدنا نتطلع في الفيديو تبعنا على ايش جماعة الريكروتمنت والاتش ار ديبارتمنت بيطلعوا لما انا كمهندس او انت كمحاسب او فلان كمدير او فلان كطبيب او ممرض شاف اعلان وبده يقدم عليه ويبعث هز ميرور او الباب تبعه للكارير واللي هي السي في. اليوم عم نحكي عن السي في from an HR point of view او a recruiter point of view. اول نقطة وفاء كانت عم تحكي لي اياها في المرات الماضية the structure of your CV، وهون راح نترك المجال لوفاء انها هي تحكي لنا ايش يعني الـ structure of the CV وشو اهمية الـ structure of the CV وشو بينحط في هذا المكان. Thank you, Jasser. So basically, the structure of CV is the layout. It is very important that because it presents the fact that you're actually having the minimum knowledge of writing a proper CV or minimum knowledge of being a professional. Basically, as we all know, it starts with the personal information. It should be very minimum and very small. Then a small introduction, not passing like 5 to 6 let's say lines about yourself and what you have done within your career life. And then we start with the career history. We start with the latest one going backwards and not with the first one and going toward. يعني ماشي بالعكس من عند اخر كارير انت عملته او اخر بوزيشن انت شغلته، بعدين تتدرج فيهم لعند اول كارير بعد ما انت تخرجت شو اللي عملته. ما تمشي بالعكس، ما تبلش من لما تخرجت الترتيب الزمني، لا امشي عكس التايم لاين تبعك. بعد فيديو السي فيز اللي نزلناه المره الماضيه، الفيديو تبع اليوم بيحكي لك after getting an interview ايش اللي تعمله وكيف تدير بالك وتكون جاهز واللي عم تعمله يكون صحيح او لا. So وفاء اليوم راح تشرح لنا هذا الموضوع، من هي HR specialist او تشتغل في الـ HR، وهي اشتغلت ريكروتر قبل هيك، اشتغلت في فيلد ريكروتمنت. So نقدر نستفيد كثير من خبرة وفاء بهذا الموضوع، لأنه أنا كحد ما دخلت الـ HR ما حقدر أفيدك 100% في هذا الموضوع، حكي لك أنا شو بهمني لما يجي عندي الشخص. أما اليوم راح نحكيها من وجهة نظر HR وريكروتر. وفاء either they will call أو they will send an email، ويحكوا لك إنه في وقت المقابلة، مثلا عندك مقابلة، احكي لنا شو بتصير إذا حكوا لي مثلا اليوم أو بكرة أو أول أمر شو راح يصير. Okay, thank you, Jasser, again. So basically, as me or anyone as an HR or recruiter, usually we contact people either by a phone call or an email. It's very rare that people, they will send the messages or WhatsApp, mainly sometimes in the small companies or something like that, but mainly that's by this. They will either tell you, like, we would like to contact you, we would like to arrange for an interview with you in that day, or they will tell you to suggest a date. In either ways, please do not push yourself for a specific date or a short time, with a short time period, let's say. أنا sorry إني بدخل مرات، بس عشان في ناس شوي الإنجليش ما راح كتير يفهموا عليه. Anyways,
لا هنا يا وفاء اذا رنيت عليك انا وقلت لك عندك انترفيو على الساعه كذا او اليوم الفلاني فمش ملزم انك 100% تؤتم بهذا الوقت سبيشلي اذا كان متى at the same day بنفس اليوم بنفس اليوم انا بحكي لك صراحه ارقم احكي لهم بديها handshake but not too much and not لا تشد على الايد 100% ولا تكون كثير لوز يعني برضو And again, because we're, let's say, in an Islamic country, an Islamic culture, please make sure if the recruiter is the opposite gender, do not give your hand or... لا تبلش انت تسلم. Unless they did. Yes, إذا هم سلموا مدي إيدك سلم. إذا كان الجنس الآخر, إذا أنا شاب رايح على انترفيو لقيت إنه وفاء اللي عم تعمل على انترفيو, إذا سلمت علي بسلم, إذا ما سلمت ما حمد إيدي. ونفس الشيء بالنسبة للبنات.